ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أفرأيتم الهمزة للاستفهام، الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بإحدى أدوات الاستفهام، هذا هو الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل كما هنا، فإنهم يعلمون اللات والعزى لأنهم يعبدونها، لكن أتي بالاستفهام هنا فخرج عن أصله إلى أمر وهو التحقير، تحقير هذه الأصنام، وخروج الاستفهام عن أصله يخرج لاعتبارات أكثر من هذا. فالاستفهام هنا للتحقير والتوبيخ، لتحقير أصنامهم ولتوبيخهم هم على عبادة هذه الأصنام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهذه الآية سبقت معنا في باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، هذا هو الوجه الأول الذي ذكر فيما سبق، الوجه الأول في تسمية اللات بهذا الاسم. ما السبب؟ أنه كان يلت السويق، والسويق هو عبارة عن الشعير يحمص ويوضع معه شيء من التمر أو نحوه، فكان هذا الرجل يقدم للحجاج هذا السويق تكريما لهم أو من باب المفاخرة والثناء. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلمة طيبة في هذا المقام في كتابه القوي المفيد، يقول رحمه الله، يقول يا للعجب كيف صنع هذا الرجل هذا العمل من غير أن يقصد غرضا ماديا يفعله للحجاج، بخلاف ما عليه البعض أو الكثير من الناس في هذا العصر إذ استغلوا الحجاج، فما كانت قيمته بريال قد يكون بريالين أو أكثر، وشتان ما بين الحالتين. وقد ذكر أن هذا الرجل كان له غنم وكان يقدم لبنها للوافدين، بل كان يضع الزبيب الطيب الذي يجلب من الطائف كان يضعه مع الماء ليحليه، وبهذا الصنيع رأوا أن لهذا الرجل مكانة. فلما مات ماذا صنعت الأجيال من بعده؟ عكفوا على قبره. وإذا عكف على القبر لا شك أنه وسيلة من وسائل عبادته من دون الله عز وجل. وأظن أن ما ذكر من أوجه تسمية اللات بهذا الاسم والوجه الآخر أنه مشتق عندهم من ماذا؟ من اسم الإله، أنهم لما عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله اشتقوا له هذا الاسم تأكيدا على ما سبق من أنه وصل إلى مرتبة الإله. والعكوف هو اللزوم، وإذا قال عز وجل في حقه وفي شأن موسى مع قومه لما تجاوزوا البحر يعكفون على أصنام لهم، يعني أنهم لازموها، ويسمى الاعتكاف في اللغة اللزوم. أن الغلو في قبور الصالحين ماذا تؤدي أو إلى أي شيء تؤدي؟ تؤدي إلى أن يعبد من دون الله عز وجل كما هو حاصل في قصة هذا اللات.